لعزو كنت جاي اضربك بس قلت لحالي لا لانك اكلت قتل ما بتحمله بديش لاني بريء من دم رشدي لا لانك بتحمل قتل اكثر من الكديش منشان هيك ما اعترفت انك قتلته لرشدي ولا عزو الله يسامحك يا وفي بس الله بيشهد اني ما عملت شيء بقول برجع بضربك ولا ها لا خلاص خلاص سكتنا بس الله بيشهد يا وفي اني ما عملت شيء بيغضب الله لك يا الله ياخذك يا ريت يا ريت الله ياخذني وارتاح من همي بقى اخ يا امي اخ لك شو عم تحكي يا عم صبحي لك عزو بالسجن ايه بالسجن تعمينه بقتل جوزها لفكريه شو عم تحكي انت وقتل جوزها لفكريه شايفه عملتك لوين وصلتكم هي انت اتطلقتي وجوزك التحش بالحبس والله يستر ما يصل لحبل المشنقة قولي على قامتك يا سيها قولك يبعث لي عم عليك يا عزو يبعث لي عم عليك يعني لو طولتي بالك شوي شو كان صار عليك لك هبلة ليش أنا كنت عارفاني رح يصير هيك يا أم صبحي والله كنت ما خليت تطلع من عندي من البيت وكنت حطيت على جرحي ملح وسكتت وصبرت والله يا أم صبحي الوحدة منا لازم تشغل أعلى قبل قلبها مو تجن بفرجنة وتروح حالها أم صبحي قليلي مشان الله شو العمل هلأ بدي جوزي يرجع لي بدنا نستنى يا سيهان بدنا نستنى لحتى يطلع عزو من الحبس قولي معناته الشغلة مطولة كتير ايه مطولة كتير بتستاهلي خرجك الله لا يقيمك كله من ورا لسانك الطويلة اللي يبلي بيقصه قولي على قامتي قولي على قامتي لك يبعث لي عمّة إن شاء الله يبعث لي عمّة صار لازم أهلك يعرفوا إنك اتطلقتي لك يبعث لي عمّة إذا عرفوا يبعث لي عمّة يبعث لك 60 حمة أنا رايحة لعند أهلك خبرهم بكل شي صار لحقلهم إنك اتطلقتي خليهم يجوا ياخدوك تعيشي معهم ما بيصير ضلي لحالك في البيت هون يلا خاطري عمتي أنا شو عملت بعالي خاطري هاي تركتك 4 أيام زيادة قلت لحالي حتى تدبر حالك كتر خيرك والله يلا قوم التتر لشوف التتر جيب كل شي عندك قبل ما أجيب لك شي ليش فاضح سري بالحارة؟ أنا؟ إيه ما حكيت لحدا شي؟ لكن من وين عرفوا ماسكين ريا عالطالعة والنازلة وعم ينقروا علي؟ لك عم قلك أنا مالي حاكي شي بس أنت إذا مفتكر بكلامك هاد رح تمرق علي إيه رح أطلع على الحارة وأحكي كل شي بعرفه عنك أيوه يعني أنت ما حكيت شي؟ لك ورحمة تراب أخي مالي حاكي بعدين أنت اللي شو خايف؟ صحيح انت لا اصل ولا فصل بس اخي لما اشتراك كان يلي باعك خاطفك من عيلتك يعني انت لك صياح ما لك ابن حرام بشرفك عم تحكي عن حقه لك عم حاكيك اصلي يعني انت لك اب وام وعيله محترمه ومشان هيك المرحوم اخي دفع فيك هديك الحسبه نسيت هدول 10 ذهبات بس ما بتورجيني وشك لحتى ابعت وراك ها شو عليه؟ لنشوف آخرتها معك الله معك ما عمرك شو سريع لك الظهر كان عندي يا أبو صافي وتغديت أنا وياه ابعت شي واحد من جماعتك خليه يجي لعندك وفهم إنه شو صاير معه ما حابعت حدا أنا رح روح لعنده بذات نفسي وأفهم لك شو القصة الله يرضى عليك افهم لي ايش صاير معه وخبرني مشي والله ما عم بقدر اطلع من البيت يا ام جمل والله معك حق يا ام عز وشو ما حكيت ما رح نسيك حبست كاملة كسرتني كسر بس أهل الحارة كلها يا أم عزو بيعرفوكي وبيعرفوا شو مربية بس ما بيعرفوا أهل الحارة إنه بنتي بريئة الله يستفل فيهم اللي تهموها التهم الباطلة إن شاء الله بنقص لسانه كل واحد بيحكي علينا بالعاطي إن شاء الله بتظهر براءة كاملة وبيخرسوا الناس كلها يا رب يا رب تجيب لنا وترد لنا حقنا يا رب ولي على قامة العالم بدهم سيرة يحكوا فيها إن شاء الله بينقص لسانه كل واحد بده يحكي علينا بكلمة عاطلة يا حق حينقصوا حبيبتي حينقصوا
بس لتطلع كاملة إن شاء الله من القلعة. يا رب يا رب دخيلك، عجل بالفرج علينا وطلع أختي كاملة من الحبس. آمين يا رب العالمين. بيت صفحة بيت أبو عزو واحد واحد. يا رب الله يسمع منك يا أم جميل، الله يسمع منك. يا الله إن شاء الله آمين. صحة وهنا. تعالي تقبريني، لا تنسي بهشتك. خلينا يا امي، الله يسعدك ويسعدك انت وابن عمك ويوفقكم. الله يخلينا اياك يا مرت عمي. خاطرك نبيها. السلام عليك. مع السلامة. يا امو لا تطول، روح جيب مرتك وتعال بسرعة. ماني مطول يا امو راجع، بس انتوا جهزوا لنا السهرة، سهرة مرتبة. لك على عيني وراسي. يا ان شاء الله ما يطول اخي مثل ما عم بيقول يا امو. لا تقولي هلا، اول ما يكتب الكتاب عليها من اول وجديد بيقعد له ساعه زمان عند اهلها وبيجيبها وبيجي. الله يوفقهم مع بعضهم يا رب. الله يبعث لك حظ مثل اخواتك واحسن. قولي يا رب. انا من هلا رح احضر السهره لاخي مرته يا عم. ايه تقبريني حضري، الله يرضى عليكي ويطعمك حظ ابيض من الثلج واحلى من العسل يا نبيها يا بنت قلبي. ما في تفضل ولو. يلا يلا تفضل. ميت اهلي. انا اول شي جاي بارك لك بجوازتك من بنت المرحوم غازي. الله يبارك فيك، تستاهل كل خير. ثاني شي أنا جاي أسألك، أنت ليش مبعد عن أهل حارتك؟ ولو يا أبو عامر، وأنت بتعرف السبب. ما صار بيك؟ أنت فهمت قصدي مو هيك؟ فهمت، وأنت بتعرف منيح شو اللي صار مع الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. بس أنا ما بعرف ليش محمل كل المسؤولية أهل حارتك بشنق أبوك. ليش مو هذا اللي صار؟ مو أنت والمختار وأهل الحارة ورا موتة أبي؟ لا يا ما صار بيك، أنت غلط. لا أنا ولا المختار ولا أهل الحارة لهم علاقة بالموضوع. القصة وما فيها، صهره لماجد هو اللي نثر، وأخته لماجد هي اللي قالت إنه أبوك كان السبب. هذا الحكي مو صحيح. لا سيدي صحيح، ما حدا منا معصوم عن غلط، كل واحد فينا بيغلط. وأبصر أبوك شو كان ظروفه، يمكن عنده شغلات جوات البيت عم بيعوضها برا. لا هذا الحكي مو صحيح عمي. عم نقول لك رب العالمين هو اللي بيعرف شو كانت ظروفه لأبوك، ولازم هي تفهمها. لا أنا ولا المختار ولا أهل الحارة له يد بما تل أبوك. كذب، كل كلامك كذب بكذب. وأنا عندي الحجة إنه أنت وأهل الحارة اشتركتوا بقتل أبي. كلامك مردود عليك، إذا عندك دليل هاتو. عندي ورح تسمعه، بس يعترف ماجد شو قالت له أخته وصبره. عمي لما مات أبوك الله يرحمه كان ماجد ولد صغير وانت كنت ولد صغير، نحن اللي شفنا كل شيء، أبوك كان غلطان. بقى الله يرضى عليك بدنا نحط كل شيء على جنب نرجع حبايب مثل الأول. صعب كتير نرجع مثل الأول. لا مو صعب، ولي طلب ثالث، إذا صار رح نرجع أخوة مثل الأول وأكثر. شو هو الطلب الثالث؟ بدنا نجوز فهمية لصبري. شلون شلون؟ مو صعبة مو هين؟ لا صعبة، صعبة وصعبة كتير كمان. لا لا مو صعبة، خاصة لما بتستر على أختك مع صبري، لأنه الكلام اللي طلع عليها بالحارة كتير كبير، وأنتو ما شاء الله عائلة كبيرة ومعروفة ونسبكن شرف كبير وشرف إلنا كمان. ما بيشرفني ناسب واحد مثل أبو جميل. عمي أبو جميل رجال معدل وسمعته مثل المسك، وألف مين بتمنى يناسبه. أقسم بذات الله لو عندي بنت لجوزها لابنه من الصبح، لأنه أنا بعرفه منيح. وإذا قلت لا؟ حقها بتقول لا، بس وقتها ما فيك تلومها ولا تلومه. شو ممكن يساوي؟ شو قصدك بعد؟ ما صار بيك، أختك فهمية دارسة وفهمانة وواعية، وصبري فهمان ودارس وواعي وماله ولد صغير، والاثنين بدهم بعض. فالله يخليك، ما بدنا نخليهم يغلطوا، خلينا نسترهم ونقول يا رب. لساتني ماني موافق.
أزهر بيك يمكن يصير شيء نحن ما منريده. شو بده يصير يعني؟ والله ما بتعرف يا أزهر بيك، طالما بيحبوا بعض أنا خايف أنه تهرب معه، وهذا الشيء ما منريده. لهلأ مو نسيانين قصة بنت أبو سليم. اتركني فكر. ماشي رح أتركك بس لا تطول. أكثر يا خانو لو كنت مرتاحة بقلبي الله يرضى عليك يا حال يا مو فريال هي حصتي ها بتعرف قديش غالي علي من غلاوة اخواتك غلاوتها بعيوني يا مو بعيوني فوتي فريال فوتي زبطي اغراضك فوتي حاضر ابن عمي لا تطولي تقبريني اطلعي بسرعة شو بدنا نسهر ونفرح فيك الله ما يحرمنا منك يا رب شو هاد يا مو شو هاد هاتي بالليلة قلبنا بتنشامي هاتي راحت إلهام من غير شر رجعت لنا فريال يا مو أي والله يا سبحان الله علي والله فرحتي مالي عطيت لحدا اليوم اسلموا اشتغل عند ابو راتب بالقهوه يا حسام العاده بالبيت لعلمك مظهر بيك يعني البيت بده مصروف وانا برقبتي حرمه ايه وانا بشو قصرت معك ولا لا تتركني تروح عند ابو راتب لك يا معلمي الله وكيلك انا ما تركتك بعدين بقول لك شغله انا اشتغلت بالقهوه كرمال عيونك انت شلون شلون ما فهمت عليك عرب لي يا عوض راح اعرب لك يا سيدي انت مو بدك اخبار الحاره توصل لك اول باول اي بلا بدي ايوه قلت لي بدي واخبار الحاره سيدي من وين بتسمعها مو من الزباين بالقهوه شو قصدك يا عيني عليك انت قلت لي شو قصدك ايه سيدي انا ادني راح تكون مع كل زبون بالقهوه
وكل شيء بينحكى راح يوصل له لمظهر بيك اول باول. شو قلتوا؟ رأي عليك عجبني. بعجبك مظهر بيك؟ خدامك انا. عجبتني قصة القهوة هاي. ومرزوق ما عرفت لوين راح؟ لا والله يا معلم ما عرفت. حتى ابو راتب مشغول باله عليه طول النهار. اوف، هلا ابو راتب ما بيعرف وينه؟ علي لا ابو راتب ولا حدا بالحاره بيعرف وينه. ايوه هيك لك معلمي. يعني انت بدك شيء منه؟ لا شو بدي منه؟ شو خصني فيه لمرزوق انا؟ المهم خليك انت بالقهوه وجيب لي اخبار. شو بتسمع تعال قل لي وانا حكرمك. بامرك بامرك يا معلمي. على راسي. بسيطه. مالك بالعادة تنام قبلي ومن دون ما أسمع منك ولا كلمة حلوة؟ شو يلي عم بيصير؟ شو ساويت يا كداس؟ شو ساويت؟ لك شو أنت ما بتفهم؟ عم لك ما معي مصاري. ما معي. وليش ما أخذت مصاري من النبع تبعه؟ لك شو بك حامد؟ على الشي مولا عم تتغشمن أنت؟ ما بتعرف شو صاير بيني وبين ابو عامر؟ لا تقلي علقانه. علقانه واصله لوين وين؟ لا 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 والله ما حبيت لك يا. بس بيني وبينك الحق علي، كل شيء عم يصير معك من ايدك. شلون بقى؟ ريحه كداس، ريحه لابو عامر وحاجتك بهدله وجيبتك فاضيه. حياه عينك قربت. ما عادك مطول يا ابو عامر. معضتك وسعي. اسمع من اخوك الكداس قد ما فيك عجل. اسمع مني. هو هيك هو هيك. شوفي ولك كلب انت وياه. دخيل وفات علينا يا معلم. دخيل؟ شو عم يسوي الدخيل وانت هون؟ والله ما بعرف، الله وكيلك ما بعرف، ما سمعنا الا صوت النسوان عم يصرخوا جوات الخيمه. خراس ليش ما قوصتوا عليه ولا؟ ما لحقته ولا شفته، هرب بهالعتمه، الله وكيلك. هرب يا حمار؟ وين كانوا الحراس؟ ليش ما عم يحرزوا المخيم؟ لك تحاش انتوا؟ فتحوا عيونكم منيح، احسن ما قلعلكم يا هون. لا تروش الحال لجوا. طول بالك يا معلمي، طول بالك، يمكن يكون حرامي. بلا لك مصدي ولا ما في حرامي بيقدر يهوبنا احنا، هذا اكيد قصدنا. شو قصدك معلم؟ لك اللي فايت لعنا عرفان لوين فايت وشو بده كمان؟ برايك مين ممكن يكون؟ لازم اعرف مين هذا الشخص. شو كان بده مني؟ روح روح روح. ابن عمي؟ لك عيون ولا ابن عمك؟ انت بتحبني؟ شو بدك اياها؟ بحبك؟ طبعا بحبك. ليش تجوزتك لكان؟ طيب معناتها وافق اتجوز فهميه لصبري. انت عم تقولي هيك يا ورده؟ ايه شو فيها؟ اذا هن الاثنين بيحبوا بعض واثنيناتهم ما غلطوا. يعني مو غلط تجوزوا؟ لا مو غلط. خليها تفرح باللي اختارته مثل ما انا فرحت فيك. شو؟ نمت نمت. وافقت؟ نمت.
ضل حدا بالحارة إلا وتواصلت مشان جوازتنا. وأخي مقسئل، يا رب يا رب دخيلك توقف معنا يا رب. عمي صياد، وين 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 عمي صياد؟ شو وين؟ والله كنت عم بتسيرة. ايوه عم تتسيرة، وما تاخذنا معك متسيرة. خليك بشغلك بلا كتر حكي. شو عم تقول امي؟ امي الناس عم تحكي علينا شرب الغرب، وغير هيك انا ما بحب حدا يجيب معدلنا أو عامل طلبة منه. بس يا مظهر، أنا أعطيت كلمة وخلص أمي. الله يخليك، ألف مبروك فهمي. الله يبارك فيكي وردة. مبروك. الله يبارك فيكي أمي. الله يديمك فوق رأسي يا أخي. مبروك إن شاء الله. تزعلي مني، الله يخليكي. ضحكتي، حرجت قدام ابو عامر، بعرف انه كان لازم اخذ شغلك قبل. الله يوفقك. الحمد لله يا ربي الحمد لله. لك اضربيني قرصيني، ماني مصدقة حالي. انا بحلم ولا بعلم؟ اكيد انت بعلم. الحمد لله يا ربي، يعني هلا صبري صار من نصيبي. لك شبكي؟ ما سمعتي مظهر شو قال؟ امبارح ابو عامر بذات نفسه اجى وطلب ايدك لصبري. شكرك وبحمدك يا رب، يعني واخيرا رح يتحقق حلمي واخذ الانسان اللي بحبه. بيصبر بينال مراده. ما عم صدق حالي، حاسه حالي طايره يا ورده طايره. وين كنت امبارح؟ دقيت عليك الباب وما لقيتك. والله رحت مشوار ضروري يا معلم. شو المشوار اللي خلاك تغيب كل الليل؟ كان عندي شغله قضيتها. لوين؟ شوار صياح. ما بدك تحكي وين كنت؟ بعدين تعرف معلم. ايه على راحتك. ايه منيح. يلا يعطيك العافيه. السلام عليكم. الله معك حليب. اسمعوا الادب مور مظهر بيه. بتروح بتدور على مرزوق، بتقتله على الخالص بتجي لعندي. ليه ليه ليه؟ شو في معلم؟ ليه؟ مثل ما سمعت بتساوي، بتدور على مرزوق بتقتله على الخالص وبتخلص منه، لأنه هو الوحيد اللي بيعرف عنك كل شيء، وهو الوحيد اللي حيوصل رقبتك هي للمشتى. فهمت؟ ما بدي مشاكل، بتقتله وبترجع. فهمت معلم. بعيونك من هلا قرار فاتح على روحه لمرزوق. اسمع لله، من طلعتك ما عندي من هون تروح لعند ابو عامر تقول له مظهر بدك يسلم عليك وموافق على طلبك. هي لا لا شو يا دب؟ لا اله الا الله. يلا روح روح. هلا انت طلبت ايد اخته لمظهر لابني صبري؟ ايه يا ابو جميل، رحت لعندهم منه وطلبتها ووافق. قلت لي وافق؟ الحمد لله. والخميس الجاي بنطلع جاهب معيتك مشان نفصل النقد ونكتب الكتاب. الله يجبر بخاطرك يا كبير. الله يخلينا اياك يا كبير الحارة. والله ما بعرف شو بدي لك يا ابو عامر، ولك ربي يفرج عليك مثل ما فرجت عن قلب البلاد ويسر على حريمك يا رب. لا يا ابو جميل، ابنك بغلاوة ابني عامر. لك يسلم لك اللي عندك ويفرحنا بفرحه. بحياتك يا ابو جميل. ايه يا عم صبري، ارتاح بالك هلا؟ الله يجعل التمام على خير يا رب. امين يا رب. الله يخلي لنا اياك. لا استغفر الله. بدي لك شغله ابو عامر، والله الحاره من دونك ما تسوى شيء. لا يا رجل، الحاره قيمتها بالطيبين امثالك. الله يسلمك. الله يخليك يا رب. يلا بالاذن. لك ما شربناك شيء؟ هلا بدي شربك. الا
نشربها بعد كتب كتابهم لي سيدي. ان شاء الله. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافيه. سلام يا ابو عامر. سلامي. مبروك اخي. الله يبارك فيك يا اخي. الله يبارك فيك. روح يا ابي، روح على البيت، خبر امك واختك وفرح لي قلبهم. يلا يا ابي يلا. رح يتجوزها غصب عن شواربه المظهر. شو غصب عن شواربه؟ لك يا ابني هي جوازي، جوازي مو خناقة. رح له غصب عن شواربه. فوت لجوا، فوت. امرك يا ابي، امرك. فوت يا مفوت. باركي لي يا امي، باركي لي. شو برني، شو فيه؟ ابو عامر طلب لي فهميه من اخوها مظهر، ومظهر وافق. ان شاء الله الف الله يفرح قلبك يا ابو عامر مثل ما فرحت قلبي وقلب ابني. تهبر قلبي ان شاء الله. الف مبروك سيلفي. بس هي بدها حلوان مرتب، ها شنو ما بتنقضى كيف ما كان. انت بتامري مرت اخي، اطلبي وتمني. الله يخلي لنا اياك. انت المهم تضل سالم وتضل مبسوط. الله يجبر بخاطرك يا مو. انت فصيله النقد يوم الخميس يا مو. طالع ابو عامر مع الجاهه لعند اخوها مظهر مشان يفصلوا النقد بهالسرعه. دق الحديد وهو حامي يا مو. حاكم هذا اخوها مظهر على جوزتين خرج. ايه على بركة الله. ان شاء الله الف مبروك. وهلأ ارتاح بالك يا مو، ما هي؟ لا والله يا مو، ما حيرتاح بالي لبينما اكتب كتابي عليها وتجي لعندي لهون. ابو عامر حكى والرجال بيرتبطوا من لسانهم لك ابني، وان شاء الله فهمية ما بتكون الا من نصيبك. الله يسمع منك يا مو، خليكي فوق راسي. تقبر قلبي ان شاء الله. الله يرضى عليك. بدك شي يا مو؟ انا رايح على الشغل. سلامة قلبك حبيبي. يلا بخاطركم. الله معك. مع السلامة. ألف حمد وشكر لك يا رب. منيح اللي وافق مظهر ليفرح قلبه لصبري. أي أيوة والله الحمد لله. الله يجعل التمام على خير. آمين يا رب. وأنت يا منجاح، إمتى بدنا نفرح بعرسك على مطيع؟ تقبريني. إن شاء الله ألف مبروك يا أبو جميل. خبرية حلوة. إن شاء الله ألف مبروك يا أبو جميل. أسيدي الله يبارك فيكم ويبارك عليكم. أبو جميل، شلون قدرت تقنع على مظهر؟ والله يا مختار مو انا اللي قنعته، ابو عامر هو اللي قنعه. ابو عامر؟ ايه، راح لعنده على البيت وطلب ايد اخته لابني صبري، ومظهر وافق على الحارب. ايه، على خير ان شاء الله. عمي ابو عامر كلمته بالحاره ما بتصير تنتين، ما هيك ابو راتب؟ على خير، على خير. الله يقدم اللي فيه الخير. يا سيدي الله يسلمك. خير ابو راتب؟ شايفك مو على بعضك. مرزوق يا مختار، مرزوق. شو مو مرزوق؟ لهلا مو مبين. وبصراحة قلبي عم يغلي عليه. هلا ما حدا راح سأل اخواته البنات عنه؟ سألوا، بس ما حدا شافه منه. شيخ، وين بده يكون راح؟ وين اختفى؟ اخي ابو جميل الغايب أجره معه. الا مرتاح اللي جاي. على خير ان شاء الله، الله يقدم اللي فيه الخير. عقبال كل بنات الحارة بالستر وراحة البال. آمين يا رب العالمين. وألف مبروك فريال برجعتك لجوزك. الله يبارك فيكي شهيرة خانم. والله فرحت لك من جوات قلبي، وفرحت لإلهام بجوازتك. تفرحي بإحبابك شهيرة خانم. ألف الحمد لله اللي صارت إلهام ببيت جوزها. والله ما في أحلى من سترة المرأة ببيت جوزها. مظبوط كلامك، يسلمها التم. سترة المرأة ببيت جوزها. مظبوط. بصراحة يا أم معروف، أنا بعتت وراك لأني حابة رجع المي لمجاريها، وبدي أحكي كمان معك بموضوع. خير شهيرة خانم؟ ليقوم يجي ويشوفك. لك ما رح يجي، ما رح يجي. شنو طلع برات الحارة يا عيون؟ لوين راح؟ شو بيعرفني وين راح؟ ولا قال لحدا لوين رايح. وأنت شو بدك جاي؟ يعني ليش جاي؟ فوتي جيبي مصاري. شنو كثير متضايق. واللي ما معه؟ بكلا ما عاد تقدري تدبري راسك يا فوزية. ما معي، والله ما معي. فوتي جيبي مصاري من مصاري تبعات جوزك. يا لا، ما بقدر، ما بقدر منوب. يا شلون ما بتقدري؟ هلا ما عاد تقدري تدبري راسك فوزية. صدقني يا كداس، صدقني انه ابو عامر قافل الصندوق واخذ المفتاح معه. هيك لك؟ اي والله. ماشي، انا جاي بكره وبدك تدبري مصاري غصب عنك. خلص خلص ماشي، رح اشوف كيف بدي ادبر. فوزية الله يطعمك ما تدبري المصاري، لا تشوفي شيء بحياتك ما شفتي مثله. ماشي.
بدك تخطبي بنتي نبيها لأخوك أبو عامر شايرة خانو؟ إيه يا أم معروف، ونحن إلنا الشرف بنسبكم. نحن اللي بنزداد شرف فيكي وبأخوكي شهيرة خانو. بس يعني خير أم معروف، يعني لا تواخذيني بهالكلمة، أخوك أبو عامر عنده 3 نسوان. مظبوط يا أم معروف، بس أخي أبو عامر ما عنده غير ولد واحد عامر، يعني هو ناطف قلبه على الأولاد، ومن حقه إنه يكون عنده أولاد ويعبوا هالبيت. والله من ناحية من حقه، من حقه، بس يعني بتعرفي شهيرة خانو هيك قصص ببت فيها الرجال. بقى شور شور ابني أبو محمود، بشاوره برد لك خبر، وإن شاء الله ربي يقدم اللي فيه الخير. وشوفيها بنتك رح تكون عنا معززة مكرمة مثل كل نسوانه إذا صار نصيب. ولو يا شهيرة خانو، طول عمركم بيتكم بيت العز والجود والكرم. تسلمي تسلمي يا أم عروف. يعني ما صار إلا وساوت اللي براسة شهيرة خانو وخطت له نبيها لابن عمي؟ شهيرة خانو مو بتعرفيها، ما بتساوي إلا يلي براسة، بعدين نحن ما فينا نقول له شيء مشان ما يزعل ابن عمي. هي الجوازة ما لازم تتم، ما لازم تتم. يو ليش بقى؟ لك شو ليش بقى؟ انتي نسيانة انه نبيها بنت صغيرة؟ اي والله والله بكرة ابن عمي ليدللها ويشيلها على كفوف الراحات، وخاصة إذا جابت له ولد، إيه ما بقى يتطلع لا فيني ولا فيكي. إيه لأ، ابن عمي ما بيعملها. وليش بقى حتى ما يعملها؟ هي أنتي فوزية خانو، تجوزتي ابن عمي وجبتي له ولد، بس ما تخلى عنا، وشعوا لهلأ عم يعطي كل وحدة حقها ومستحقها، وما عم يقصر مع ولا وحدة فينا. مطيعة، هي الجوازة ما لازم تتم، يعني ما لازم تتم، ولا نسيتي شو صار من ورا موتة زهرية؟ شو قصدك فوزية خانو؟ بتعرفي شغلة؟ أنا الحق علي إني إجيت أحكي معك، لأنك عن جد ما بتفهمي. يخرب بيتك من حالك شو سئيلة؟ عن جد ما بتفهمي؟ إيه شو بتقصد بكلامها يعني؟ أبو عامر بده يتجوزني؟ إيه أبو عامر. بس يا فريال بس شو؟ أبو عامر أكبر مني بكتير. رجال ما بيعيبوا العمر يا نبيها. رجال بعيبه جيبته وأخلاقه، أبو عامر أخلاقه بتشد فيها كل رجال الحارة، والله منعم عليه، ورجال الحارة كلهم بيعملوا له حساب. بس هو متجوز 3 نسوان. وانتي رح تكوني الرابعة والمدللة، خصوصي إذا جبتي له ولد، رح يعزك أكثر من فوزية. هيك قولتك؟ هيك الأعل بيقول، لك تضحكي بعبك، إنه أبو عامر كرم بده يتجوزك، وشهيرة خانو ما في أطيب من قلبها، رح تسعدي عندها كثير. ما بعرف، الله قدامي في الخير. فكري منيح، هالجوازة ما بتصح لك مرة تانية، خدي بنصيحتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا يا أهلا بشي أبو عامر. أهلين أهلين أهلين. تفضل تفضل. شكرا، أنا مثل ما وعدتك نفذتها، ليك جيت. وأنا تشرفت بهذه الزيارة. يا ميت أهلين، طلباتك جنابلكم أنت. الحقيقة طلبات مش كثيرة. أولاً أنا حابب أنصبك زعيم على حارتك، وثانياً كمان حابب إنك تكون صديق مقرب من فرنسا. يا جناب الكوماندان، أنا ما بحاجة لكون زعيم، لأني معروف بكل الشام والناس كلها بتعرفني، وما بدي أكون مرتبط بدولة احتلت بلدي حتى تعيني بهذا المنصب. نحن لسنا محتلين لبلدهم جناب الكوماندان. احكي شو بدك، لا تخبي شي بقلبك، عم بسمعك. أبو عامر، لماذا أنتم لستم راضين عن وجودنا هنا؟ نحن أتينا إلى هذا البلد الضعيف الصغير لكي نساعدكم، لنقدم إليكم حضارتنا والعلم الذي لا تعرفونه أبداً. ومين قال لك إنه نحن ما عنا حضارة يا جناب الكوماندان؟ نحن عنا حضارة، وحضارتنا أكبر من حضارتكم. أنتوا إذا بدكم تساعدونا طلعوا من بلدنا، ونحن قادرين نعمل اللي عملتوه أكثر. أكمل أكمل أبو عامر. واللي بده يساعدنا يا جناب الكوماندان ما بيعلقنا مع بعضنا، ما بيحبس شبابنا وبيقتل رجالنا. إذا بدكم تساعدونا مثل ما قلت لك، رجع
ترجعوا لبلدكم ونحن بألف خير. نحن لن نخرج من هنا حتى نحقق ما جئنا لأجله. إيوة، معناتها ما راح يصير الشيء اللي بفكركم. لماذا؟ لأنه البلد مو بلدكم يا جناب الكومندان، والشعب مو شعبكم، حتى الناس ما حتساعدكم. لعلمك هاي البلد مرق عليها غزاة كتير، اجوا واحتلوها وقتلوا شعبها وأخذوا خيراتها، وهلأ وينه؟ كله تقلع لبرا ومات نصه. تقصد أنكم ستقاتلوننا حتى نخرج من بلدكم؟ قلت لحالك يا جناب الكومندان. ولهذا تشترون السلاح وتتجمعون حول دمشق. من حق كل إنسان أن يدافع عن أرضه وأرضه وشرفه. عمي سيدي قهوة؟ نشرب. اللي بده يزعل يدافع عن حاله. وأنا جاهزة لدافع عن حالي يا خانو. طيب بدي أسألك، الدواء اللي جبت لك يا من المستشفى شو عملتي فيه؟ أخذتيه كله ولا لحشتي ورا ظهري؟ الله وكيلك يا خانو، الله يشهد علي إني عملت مثل ما قالي الحكي، ضليت أشرب منه لحتى خلاص. صادقة يا مطيعة، صادقة. أنا عم بسألك هالسؤال لحتى أعرف ليش هالدواء ما جاب نتيجة. والله ما بعرف يا خانو، العلم عند رب العالمين. طيب رح أسألك سؤال وبدي منك تجاوبيني بصراحة بدون ما تستحي. اسأليني يا خانو. هلأ أنتي ولا مرة حسيتي حالك إنك حبلي وطرحتي بالغلط؟ لا والله يا خانو، مو ولا مرة. ولا مرة ولا مرة؟ والله يا خانو مو ولا مرة حسيت إنه صار معي شي غريب، كله مثل بعضه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. شو يعني يا خانو؟ بكرة لما جوزك يتجوز نبيها ويجيب منه أولاد كتير، ساعتها أنا رح أعرف يعني العطل مني ولا من كاملة ولا من فوزية ولا من أخي. العطل مني يا خانو؟ أكيد العطل مني، أنا بعرف حالي. لا حول ولا قوة إلا بالله. معناها لازم أخذك مرة تانية على المستشفى وخليك تتحكم. أنا جاهزة للي بتأمريه يا خانو. حطي براسك إنه جوزك رح يتجوز، يعني رح يتجوز حتى لو جبتوا له أولاد، لأني أنا حكيت بالبنت وبكرة بإذن الله رح أخذ الموافقة منه. الله يقدم له يلي فيه الخير يا خانو. آمين يا رب العالمين. ما فهمت يا جناب الكومندان، كيف بدنا نتعاون انا وياك؟ اولا لا نريد من رجالك ان يتعرضوا لعسكرنا. ثاني شيء، ثانيا لا نريد ان نسمع انكم اشتريتم سلاح. وثالثا يا جناب الكومندان، اريد من ابو الصلح ان يسلم نفسه مع ابو الخضر وعشرة رجال من المخربين لامننا. في شيء غيره بدك تقوله؟ في الوقت الحاضر لا، لكن سيكون هناك طلبات أخرى، ولكن هي لصالحك ولصالح شعبك. شوف يا جناب الكومندان، بالنسبة للهجوم عليكم أنا ما بضمن أنه يتوقف طالما أنتم محتلين هالبلد. وثانيا؟ ثانيا يا جناب الكومندان، السلاح اللي عم تهاجمونا فيه بده سلاح مقابيله. وبالنسبة لأبو الخضر وجماعة أبو الصلاح، أنا ما فيني أقنعهم إنه يسلموا حالهم، وما فيني أقنعهم ما يحاربوكم، لأنه أنتم محتلين البلد مو جايين تساعدونا، وهدول مو مخربين. يلا يلا بديعة سهيلة، لك وينك؟ أهلين عمي، الله يعطيك العافية. أهلين. هات عنك عمي. خلي عني، خلي عني. أهلين يا أبي. أهلين يا أبي، الله يعطيك العافية. الله يرضى عليكي. سناولي مني، سناولي مني، يرضى عليك. وين بديعة؟ عم تغسل يا بي. خلي تساوي لي بتاكل، خلي لي اكل قبل ما اروح مشوار. يلا يا بي. انا بساوي لك عمي. بديعة قلت لي يسر. حاضر. روحي يا بي، روحي. الله يعطيك العافية، روحي. الله يرزقك يا رب. شهل والله، مو ناقصني غير وحده خريج دهبوس تساوي لي مثل الاكل. لك اخ، الله
سامحك يا ابني، ما بتدي عليك، كان الزواج بداها من أساسه. وين بدها تروح يا أم سليم؟ إلا ما ينعرف وين مطرحها ومرجوعة لبيت أهلها. ما بديها ترجع البيت، ما بديها ترجع. ليش يا أم سليم؟ لأنه أبوها بده يقتلها. شو؟ بده يقتلها؟ شفتي لما راحت عبيت عزه، لما رجعت عالبيت لقيته مجهز حاله يقتلها. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خليها هربانة، ما بدي شوفها ميتة. مشان الله يا ست شهيرة، مشان الله، مشان الله ما بديها ترجع، ما بدي شوفها ميتة، ما بدي بنتي تموت، بكفيني وحدة. تفضل ابن عمي. ما بيصير الميمة بالأول. حاضر تفضل. الله يرضى عليك كبر قلبي. لكن شهيرة خانو طلبت ايد اختي. لك ايه طلبتها مني رسمي، وقالت لي مستعدين لجميع طلباتنا. ايوه يعني ابو عامر بده يصير صهري. لك ايه تقولي بقى شو قلت؟ شو بدي اقول يعني؟ في واحد بصح له يصاهر ابو عامر وبيقول لا، والنعم عمي والنعم. والله والنعم منهم من نسبه، والست شهيره ما في منها وعسلامتها. سالتيها لبنتك شو رايها؟ قلت لها تقبر قلبي استحيت، وقالت لي يلي بيقول عنه اخي انا موافقه عليه. معناتها اتكلنا على الله، إيه ما راح يجي عريس احسن من ابو عامر. ونعمل اتكال مثل ما قلت يا مو، معناتها نخبر شهيره خانم انه نحن موافقين. وانا شو دخلني لتسالني إذا بدك تتجوز ست الحسن والدلال ولا لا؟ أنا شو دخلني؟ أنت أمي ولازم استشيرك. يا مو أنا ما كنت بالأول لكون هلأ. روح لبيت أحماك وحدد اليوم اللي بيعجبك وتجوزها. خلصنا يا مو، خلصنا. هلأ هيك لنشتغل معك يا مو؟ أنت مو بدك إياها لنجاح؟ إيه بدي إياها. خلص جوزها يا مو، جوزها. تعمل عرس ما بتعمل عرس انت حر، بس لا تحلم انه انا واختك نحضره. مثل ما بدك يا ام، مثل ما بدك. ليش جاي لعندك قامرت عمي؟ مشان يحكي بالجوازه؟ بتخبريه هذا البيت لبقى يفوتوا بنوب؟ ايه شو يعني ما بقى يفوتوا بنوب ميدا خانو؟ شو يعني؟ لك يا عمت عمي ما هيك قصدت، ما هيك. يجي امتى ما حب، بس لبقى يفتح سيرتها لهي البطيخه. حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا جبتك لعندي يا عمي ابو هاشم لحتى اتاكد من المستوره مرت اخوك. كيف شكلها؟ ليش عم تسالني هيك سؤال؟ لأنه شو يا صياح؟ لأني شفت حرمة يمكن تكون هي يا أبو هاشم. وين شفت هاي الحرمة؟ وين؟ عندهم يا أبو هاشم، عندهم. عندهم عندهم عند مين؟ عند أبو الرجا. أنت شلون رحت عنده؟ وشلون شفت هاي الحرمة اللي عم تحكي لي عنها؟ أنا مبارح بالليل كنت عنده، قاموا حسوا علي، قمت تخبيت بخيمة طلعت كلها حريم. واجت هاي الحرمة اللي عم قلك عنها صارت تترجاني وتبوس ايدي ورجلي لحتى خلصها منهم يا ابو هاشم. هي هي ما في غيرها، مرت اخي هي، هي بذاتها. لا حول ولا قوة الا بالله. وانت ليش ما جبتها معك؟ ليش؟ والله ما قدرت يا ابو هاشم. شلون يعني ما قدرت يا صياح؟ شلون؟ عم قلك حسوا علي وكانوا رح يقوصوني. طيب انت بتقدر تجيبها؟ انا بدي اجيبها؟ ايه. وإذا جبتها إلك مني حلال سلال 50 ذهبة إنجليزية. بس والله لحالي صعبة كتير يا أبو هاشم. خود قد ما بدك رجال، وأنا رح كفل فيهم كلهم كلهم، ورح أعطيهم مصاري كمان، رح أعطي كل واحد 5 ذهبات. المهم ترجع لي مرت أخي من عند هالولادين الحرام. إن شاء الله خير. ابن عمي شو إلها؟ ما بعرف ليش حاسس عمي ابو صخر ما له رضيان على جوازتنا. شو عم تحكي انت؟ شو رضيان ما له رضيان؟ معقول هالحكي؟ الله وكيلك هيك حاسه. لا 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 تحسي، هو صاير معه كم شغله بالنظافه ومضايقته،
شغلة شو ابن عمي؟ شغلة بتخص واحد من أهل الحارة، أنت مالك علاقة فيها. إيه؟ الله يهدي باله يا رب. إلا اطمني، لو أبي ما كان رضيان عليك ما كان اللي جيبك من بيت أهلك، وما كان رجع أختي فريال لأخوك يا أبو محمود. أبو صخر عيونه بدي أرجع لحارتك. بدك أرجع لحارتي؟ إيه بدي إياهم كلهم كلهم. مشان شو بدك أرجع لحارتي؟ عندي معركة كبيرة وفوقانية كتير. ما أرجع لحارت الأصال؟ لا، هالمرة ضد أبو الصلح ورجاله. أبو الصلح؟ أبو الصلح ما غيره؟ إيه أبو الصلح، وبس أفضى بطحش على حارة القصب. ما ليش يتركني فكي؟ ايش وعلي؟ فكر بس لا تطول علي، ورجالك رح اعطيهم سلاح من عند مني. وانت بدك ياهو؟ بس لا اعرف وين راح ابو الصلح ورجاله. سلي بعرفه جماعة ابو الصلح، ناس طيبين ورايقين وبعمر ما اسوا حدا. اخي بالمشرمحي هيك بده الفرنساوي. مين؟ الفرنساوي؟ ولك ايه؟ الفرنساوي. ولك الفرنساوي اذا خدمته بيخدمك. اخلا وشو بده يخدمني الفرنساوي؟ بيقويك، بيعطيك سلاح ورجال وبيدعمك، واذا قتلت حدا يطالعك منه مثل الشعره من العجينه، تساوي اللي بدك اياه، بتغني الموال اللي براسك على كيف كيوفك بدون ما تاكل هم حدا. هذا هو الفرنساوي. ماشي يا بطاري، قلت لنا اعطيني مالي فكي. ايش وعلي؟ فكر بس لا تطول علي. ايه اكيد يصير خير. تفضل ابن عمي. سلم على الايدين. الله يسلم. يسلموا يا ابي يسلموا. يسلموا يا ابي. عدي يا ابي. صالح عرفت تعالي يا ابي. مئة مرة صرت قايله لكداس على البيت لا تجي. شو قوله هون ليجي؟ بده مصاري ابن عمي، بده مصاري. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخي أعطيه مصاري من عندك. لك عم بعطيه بس الزلمة ما بيشبع. معلش أخي، كرمال عين تكرم مرجع يوم. أمرك. ما سألتني شو صار معي مع بيت أبو محمود. شو؟ أنا طلبت لك البنت من أمها، وبإذن الله بكرة رح يعطونا الموافقة.
ايه الله يقدم اللي في الخير. مع انه ما كنت حاط براسي فكرة زواج بنوب لك اختي بعد موتة المرحومة الزهرية رحمة الله عليها. اخي انت صار بدك مرة تجيب لك اولاد، لك العمر عم يمضى. انتي دايما تاج راسنا من فوق. لك الله علي يخليني إذا بخلي هالجوازة تتم. شو علي شهيرة خانو؟ كله كوم وجاية أم سليم لعنديكم. شو قالت لي؟ جاية عم تشكيلي على أبو سليم إنه بده يقتلها لفكرية. بده يقتل فكرية؟ أي والله. شي دخيلك يا أخي، حاول تشوفه لأبو سليم وتهديه. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. ولك يخرب بيتك وبيت بيتك، كل هالشي بيصير ما تخبرني؟ والله استحيت منك يا بيك، شو انه انت عريس وما حبيت ازعجها؟ ولك انت دبشي، هيك قصة لازم دغري تخبرني اياها. امرك، امرك يا بيك. صياح، فهمت وين كان؟ سألته يا بيك، ما قال لي وين كان. ما قال لك وين كان؟ ولك يخرب بيتك، كان لازم تعرف منك لحالك وين كان. شلون يعني مني لحالي يا بيك؟ لك شلون يعني منك لحالك؟ لازم تسحب منه الحكي، تفهم وين كان يا بهيم. امرك، امرك يا بيك. بوعدك المرة الجاي جيب لك كل شيء وعرف لك كل شيء واسحب لك منه كل الحكي. وكامل ما عم يلفي على الحارة؟ كامل ما عم يجي على الحارة يا بيك، ولا حتى مرزوق كمان. فتح عينيك منيح، ومرزوق من شفته تناوله على الحارة. خلص عليه سيدي؟ تخلص عليه وتريحني منه، فهمت؟ فهمت، لعيونك سيدي. اعتبر مرزوق راح من وشها. لشوف بس كامل بدي يجي لعندي كيف ما كان، فهمت؟ ايه تأمر امر يا بي. لنشوف شو حيطلع معك. الله معك يا سيد راسي، الله معك. بالحما ايه مظهر بيك شو بدهم مرزوق؟ انا ما دخلني عليه ينفذوا بس. طول ما انت اصلي مع مظهر بيك هو ما بيخوز، بس اذا قليت معه ندفه ها رح تتبهدل. ما حق لي حابي، ما حق لي باذن الله ولو شو ما صار. يعني أنا عم أقول لك بس إنه مظهر بيك ما بيقبل الغلط ولا بيسامح اللي بيغلط معه. صعب، صعب يا عدلي، صعب كتير. قد ما أقول لك صعب، مظهر بيك صعب كتير يعني. وإذا أمرك على شيء وعكت له لأ ها؟ ما شو لأ ما لا؟ عم أقول لك ما حأرفض له طلب ولو شو ما صار. ليك عيون، من هلا بتحط عينك على البنت اللي بدك تتزوزها مشان مظهر بيك يزوجك ياها على السريع. ما والله صار بدها جازي. شنو أنا تأخرت كتير ولازم من 5 سنين يكون متجوز وعندي أولاد كمان. جرب، جرب قله لمظهر بيك بدك تتجوز وشوف كيف رح يلبيك ركض، بيعطيك مصاري قد ما بدك. دخيل عينه هالمظهر بيك، دخيل عينه. بس قله إنه كل شيء عند مظهر بيك ببلاش، في شيء لازم يدفع ثمنه. وهلا شو دخلني، شو دخلني لكداس؟ خليه هو يقول له شو بده من راسه لراس مظهر بيك. قولتك نحن شو دخلنا عمي؟ شو شباب؟ هلا شو عم تتوشوشوا؟ لا لا غنى عنك عدلي، لا غنى عنك. صب شاي، صب شاي. تعال نفتح له كم سيجارة. دعم له يا هات كاستك هات. هي كمان براوي ها؟ ايه دمعه بده رجالي مشان يقاتلوا معه مع الفرنساوي ضد رجال ابو خضر. يعني بده يعني حط ايدي بايد الغريب لحتى اذبح ابن بلدي. يا حيف. خير يا بي؟ في شيء؟ إلي يا أبي، في شيء؟ شغلة عويصة يا أبي، عويصة كتير كتير عويصة.
وشو هي هالشغله العويصه؟ قل لي يا ابي، لا تخبي علي. تركني لوحدي يا ابي، الله يرضى عليك. تركني لوحدي، تركني. ماشي يا ابي، بامرك. شو قصتك جاي مش الصبح؟ شو شايف الجواز منامك؟ يعني عمولي حالي حاجتها مظهر بيك، وانه يعني صار لازمني بنت الحلال. ايوه تكرم عينك، الك مني احلى جوازه، ومو بس هيك، واحلى هديه كمان. لك روح الله يطولنا عمرك، وانا تحت امرك. بشو تحت امري؟ يعني معلمي شبيك لبيك محسوبك عدلي بين ايديك، اي خدمه بدك اياها انا مستعد اسويها كرمالك، انت بس امور. شو بدك تسوي يعني؟ اللي بتامره سيدو، اللي بتامره. ماشي، رح اقول لك شو تساوي بس مو هلا. ايوه وامتى سيد راسي؟ لنشوف اذا قدها ولا ما لك قدها. لا يا مظهر بيك الله يسامحك، وحياتك قد وقدود، بس انت جري. بنشوف. الله يخلينا اياك، دورونا شي ثاني سيد راسي. سلامتك. السلام عليكم. استمر اخذك قريب. شرفوا سيدي شرف. شلونك قابلي؟ طمنيني عنك. وينك يا ابن عمي؟ وينك؟ والله بعرف انك متضايقه من قعده بالحبس، بس شو بدي اعمل؟ عم بعمل كل جهدي لطالعك، اقسم بذات الله. مو المهم انا، المهم فكريه جابوها لهون. فكريه جابوها لهون؟ مثل ما عم تسمع، جابوها لهون امبارح ولازم تطالعها. لا ما بوس ايديك يا ابن عمي، طالعها من هون. خلص خلص خلص، رح روح وارجع لك. اللي كان عندك ابن عمي؟ واحد من التجار؟ لك لا، هذا واحد بيشتغل عندي، انا فاي اجهز حالي. ليش طالع؟ عندي لازمه ساعه زمان. رح تتاخر علي ابن عمي؟ ليش انا بسترجي اتاخر عليكي؟ ولولا المشوار ضروري ما كنت رحته. خير شو في؟ في خلاف بين ابو سليم وابو عزه، واهل الحاره طالبيني لحل الخلاف بيناتهم. خلاف شو تقبرني؟ لك لا توجعي راسك بهالقصص، مشاكل الحاره كثيره، وكل ما صارت قصة بيطلبوني. بالآخر شايف لك حاشتغل مكان أخوك بشير. الله يقدرك على فعل الخير يا حق. الله يخلي لي إياك يا رب. ليش قلتي له إني أنا؟ ليش قلتي له يا كاملة؟ مشان تروحي على بيت أهلي. ومين قال لك إنه بدي أروح لبيت أهلي؟ ما بدي أروح لعند أهلي أنا، ما بدي. مو أحسن لك من القعدة هون؟ لا والله. شو بدي أقول لك بس الله يسامحني. ما عم أفهم عليك. جميل. شو لوين يا ابو هوي؟ لعند ابو سليم، بدي اخذه وانا يا مشوار. لوين رايحين؟ على سجن القلعه. خير شو في؟ بنته فكريه هنيك. لطيف لطيف، شو هالحكي؟ مثل ما عم بقول لك يا ابو جميل. الله يستر. وعليكم السلام. عليكم يا عمي. ابو سليم، يلا وين بتروح معاه؟ هلا لا. شو اخذني على الالعاب؟ بنتك فكريه محبوسه هنيك. شو هالحكي اللي عم بسمعه؟ مثل ما عم بقول لك يا ابو سليم، هلا كنت زياره عند حرمتي، وهي اللي خبرتني انه موجوده معهم فكريه. شو اللي اخذها على الحبس؟ والله ما بعرف يا ابو سليم، خلصني، خلينا نروح ونشوف شلون بدنا نطلعها. على شو عم تدور ابو سليم؟ هلا اجى وقته يا ابو عامر، هلا اجى وقته. لا يا ابو سليم، اترك الخنجر هون. ما راح اتركه، بدي اغسل عاري يا ابو عامر، بدي اغسل عاري. لا يا ابو سليم، مو انت اللي بتعملها. عبود امرك عم يا ابو عامر. ضبوا عمي ضبوا، قول الله عليك شرك. اللهم لا أسألك رد الخطأ، وإنما أسألك لطفي.
لازم نعرف وين مخبأه، لازم نضرب كل المخربين ونقتلهم كلهم كلهم. هذا الموضوع اترك لي اياه، انا بعرف لك وين هن وبخبرك، ما تقتل. اكيد مظهر بين ينسو. انا معتمد عليك كثير بهذا الموضوع، نحن اللي بيخدمنا نخدمه. نحن مع بعض بنكون ضابط. تفضل. ميرسي. لا تخافي، بإذن الله ما رح يصير لك شيء. بس أنا خايفة، والله العظيم خايفة كثير. سلمي أمرك لرب العالمين. كل عمري مسلمت أمري، وأكيد الله حيفرج علي وعليك أنت كمان. آمين يا رب. ما خبرك، الله معي. مهونة المعروف في السياسة، تخلص من الزعامات الكبيرة تتخلص من كل أعدائك. مظبوط، تمام. لذلك يجب أن تساعدنا حتى نتخلص من كل رأس كبير يقف ضدنا ويؤجج الناس علينا ويقاتلنا. أيوة، وأنا جاهز. من وين رح تبتدي سيد مظهر؟ رح أبدأ من حارتي. واحد واحد. جيد جيد. بعدين تبلش بحارة أبو صخر. لا، أنت اهتم بحارتك هلا. أيوة ماشي. مين رح يكون أول راس رح تقطع؟ اختار الحارة. ضروري واحد تاني. واحد تاني؟ مين يعني؟ أبو عامر. أحلى. أبو عامر أحلى. شو يا جماعة؟ شو في يا جماعة؟ شو هالجماعة هي؟ ليش واقفين هون؟ امشي لشوف، امشي. أبو سليم، بنتك ما بتروح لعندك على البيت. وين بدها تروح لكان؟ بنتك بتجي على بيتي وهي بأمانة الله ثم بأمانتي، هي وحريمي. أبو عامر مثل ما عم أقول لك، بنتي رايحة على بيتي. لا تروحي معه على البيت يا بنتي. مختار شو عم تحكي؟ بنتي رايحة معي على بيتي، تحرك لشوف. امشي. أبو عامر، خذ المستورة اللي عندك على البيت وخليها قد ما بدك. شو عم تحكي مختار؟ بنتي قلت لك رايح على بيتي، امشي لشوف. وقف، عم بقول لك ما بدك تروح يعني ما بدك تروح. امشي اختي امشي. لك انا عم بستنى هاللحظة هي لاغسل عاري. لا يا ابو سليم، شرفك شرفنا وعرضك عرضنا، واللي بصير على عرضك بصير على عرضنا. هذا عرضي لحالي، عرضي لحالي. ابو عامر، وديها على البيت لعند الحريم وارجع لعندي على الديوان، عم ننتظرك. امشي اختي امشي. لك يا جماعة شو عم تحكوا انتو؟ بنتي بدها تروح معي على بيتي، تحمل تعملني. عم اقول لك اترك البنت من ايدك. ما راح اتركها. اتركها. بنتي بدها تروح معي على البيت. اتركها. عم اقول لك اتركها. امشي اختي. امشي. لك ليش هيك عملت يا مختار؟ لك عم استنى هاللحظة اللي فارغ الصبر، لك راح موت. صبر سليم. اهدى. هلا بتفهم. يا رجال. كل واحد على شغله، يلا يلا. شرف معي على النظافة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أول صبري. تفضلي يا أختي تفضلي.
وينكم يا حريم؟ شايفة ابن عمي. فكرية. فكرية؟ أهلا وسهلا تقبرين. الحمد لله على سلامة. أهلا وسهلا فكرية. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا فيكي. نورتينا. فكرية راح تكون ضيفتنا. أهلا وسهلا فيها. البيت بيتها. وفكرية مثل بنتي. خليها تفوت ترتاح بغرفة النسوان. ولا يهمك. أنت توكل على شغلك. فوزية مطيعة. ما بدي وصيكم فيها. لا أيو شو توصيني ابن عمي ما تاكل هم النوب بنوب. حنحطه بعيوننا يا تاجر. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام تقبرني الله معك. الله معك تقبرني الله يسعدك. سعيدك يا أهلين وسهلين بهالقامة وبهالعين يا فكرية. كثر خيركم يا جماعة والله فضلتوا على راسي. أهلا وسهلا فيك. أهلين فيكي. فكرية أنت وين كنت في هالوقت؟ فوزية اتركيها للمخلوقة خليها ترتاح وبعدين نفهم منها. حاضر شهيرة خان. أي بنتي يا بختهر بنتي. أخي ما حدا قال غير هيك. أبو سليم أم نعرف إنه بنتك؟ وأنا بدي أصير عاري بنتي وسخت سمعتي وحطت راسي بالأرض. شو هالحكي اللي عم تحكيه يا أبو سليم؟ شو نحن عايشين بعصر الجاهلية لما كانوا يؤدوا بناتهم؟ يقول الله في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بس يا جماعة بنتي جابت العار ومن حقي قتلها. مو من حقك تقتلها يا أبو سليم. أنا أبوها. حتى لو كنت أبوها يا أبو سليم مو من حقك تقتلها. بنتي جابت العار يا أبو حامير جابت العار. لك يا أبو سليم الله يرضى عليك اسمعني منيح. بنتك غلطت نحن معترفين بهالشيء بس مو هداك الغلط اللي بيخليك تقتلها. لازم نعرف السبب اللي جبرها أنه تهرب. بعدين كل الحاضرين بيعرفوا انه بنتك عفيفة وشريفة ومرباية منيح. هذا الحكي مزبوط والكل بيشهد فيه. ابو سليم انت مو من حقك انك تقتلها مزبوط شيخي؟ معلوم مو من حقه يقتلها حتى لو كان ابوها. القاتل يقتل وهو الوحيد اللي بيستحق عقوبة القتل لانه قتل بدون حق. وغير هيك ما بيجوز قتل نفس بدون حق لو شو ما كان. بس يا شيخي ابو سليم اسمعني الله يخلينا اياك عمي. كل واحد فينا بيغلط لك رب العالمين سبحانه وتعالى لما بنغلط بحقه بيسامحنا يا جماعه. بس ايمتى بيسامحنا؟ لما منتوب توبه نصوحه. كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. واكيد بنتك معترفه بغلطها وتايبه. يا ابو سليم الله يرضى عليك بنتك أرضي مثل ما هي أرضك وشرفك. لذلك رح أضل أماني عندي بديتي لحتى نعرف شو السبب اللي جبرها أنه تهرب. سمعت هذا عين العقل يا أبو سليم. قوم معي يا أبو سليم قوم. لوين؟ عالكراكون. مشان شو؟ بدنا نطلعه لعزه بمعيتك. الولد كان صادق وما بيعرف عنا شيء. مظبوط ما بيعرف عنا شيء. أبو سليم روح معه. روح. شرف عمي. شرف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا سيدي الحمد لله اللي نقضت على خير. بس بتعرفوا الله يحمي المولى أبو سليم والله يصعبه. هاي هي قصتي. الله يهديك يا بنتي. أنت صلحتي الغلط بغلط أكبر منه. بعرف وبعرف إني صرت عيل كبتن من الناس والكل عم يحكي بشرفي وعرضي. بس الله وكيلك الله وكيلك أنا شريفة وما عملت العيبة. مو المهم إنه الإنسان يغلط يا بنتي. المهم إنه يصلح غلطه. وهذا الدرس كان قاسي عليك كتير. والمفروض إنك تستشيري الكبار قبل ما تتصرفي أي تصرف. معك حق. كلامك على عيني وراسي. بس أنا هلأ مو طالع بإيدي شي. وسخت سمعتي وسمعت أهلي. والله مو عارفاني شو أعمل بحالي. الله يهدي بالي الله يهدي بالي. بشير أفندي بنته رجعت له لأبو سليم وجاي يسأل حقه عن عزه. شو يا أبو سليم؟ صحيح الحكي؟ كلام أبو عامر مزبوط جاي يسأل حقي عنه. يعني مالك متهم عزه ونتر رجدي؟ والله ما فيني حطه بزمتي لانه بخاف يطلع به هو.
ما بدي تعبر قصيته. أنا كل همي كان ترجع لي بنتي، وألف الحمد لله رجعت لي بنتي. الحمد لله الحمد لله. مثل ما بدك. تكرم عينك أبو عامر. الله يخليك. أعطيني وفي ولا. ألو. اسمعوا لا وفي. نعم سيدي أمرني. طلع عزه وخيله سبيله يلا. أمرك سيدي. ما قصرت. الله يخلي لي اياك يا ابو عامر. الله يخليك يا رب. لا 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 عجبك شو سويت بحالك وشو سويت فيني؟ لك انت زليتني قدام اهل الحارة من شان شو؟ مشان تشتغل كل شيء من راسك. بس يا بي انا لك انت شو؟ لك انت ما في اعل؟ ما في مخ؟ ليش خليت عندك بالبيت؟ لك ليش ما سمعت كلمتي وقلعتها؟ ليش؟ كمان يا بي انت الحق عليك. انا الحق علي؟ بشو؟ يعني يا بي انت بتعرف اني انا بحبها لفكريه ما فيني عيش من غيرها. وأنا طلبتها من أبوها وما وافق. أنت ما صدقتي إلا لا. يعني ما رجعت حكيت بالموضوع مرة تانية. وشفت أمر سيادتك. روح بوس إيده لأبو سليم وقال له يجوزك بنته. حاشاك يا أبي حاشاك. بس كان فيك تحكي مع المختار، مع أبو عامر، حدا من كبارية الحارة يمونوا عليه يوافق يجوزني إياها. عزو بفهم منك أنك تجوزت سهام ولساك بتحبها لفكرية؟ ايه يا بي لساتني بحبها وما عم بقدر انساها. بدي اياها. حبك برص ان شاء الله. دربي ست ما يرد. عجبك يا خانم؟ هي اخر دلالك. طولي بالك يا مو طولي بالك ان شاء الله بكره بيروق لك امي بيروق. المهم انه طلع من الحبس. الحمد لله.
السلام عليكم سهر. لا نعم يعزو. يا ميت اهلين وسهلين. شلون اهلين؟ اهلين شرف عمي. بالمهلي. شو اخبارك؟ ان شاء الله منيح؟ الحمد لله. اي الحمد لله. والله يا صهري حبيت اشكرك على كل شيء سويته وعملته مشان. استغفر الله. بس انا عثمان عليك. يعني لو خبرتني انه فكرية اجيت لعندن منكم قلنا حلينا الموضوع وما تبهدلت وبهدلت ابوك معك. معك حق صهري معك حق. بس شو؟ احكي. والله ما صدقت حالي لما شفت فكرية عم تدق باب بيتي. شو اللي حكي لك عزو؟ ليكون لساتك؟ هي صهري. لساتني رايدة لفكرية. شو عم تقول؟ شو المشكلة؟ ليش الحب حرام ولا عيب؟ ما إلا حرام، بس أنت هلا متجوز. آخ يا صهري آخ، أنا اتجوزت غصب عني. اتجوزت وقلبي وروحي متعلقين بفكرية، ما عم تغيب عني ولا لحظة واحدة. بس هذا غلط لك عزو. بعرف. يا خوفي غلط أكثر من هيك. شو الحكي؟ شو قصدك؟ صهري أنا رايدة لفكرية. بدي اتجوزها على سنة الله ورسوله بالحلال. بصير خير عمي بصير خير. شو يعني صهري؟ رح تحكي لي فيها؟